ve zeytin dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. من المؤكد أن التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في الشمال السوري لا تتعدى حاجز الاستعراض السياسي في ظل الوضع الراهن على الأقل. فالقوات التركية ستصطدم بوجود الآلاف من القوات الأمريكية وغيرها من قوات التحالف التي تتوزع في شمال وشرق سوريا داخل معسكرات خاصة أو مشتركة مع قوات الحماية الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمات إرهابية. لكن الواضح والجلي هو سعي أنقرة لإنشاء منطقة آمنة داخل الأراضي السورية تخضع لسيطرتها التامة مع المطالبة بانسحاب تام لكل القوات والفصائل الكردية من هناك، إلا أن هذا الأمر ينم بحسب مراقبين عن نوايا تركيا بقبرصة الشمال السوري بالكامل وإنشاء كيان يشبه جمهورية شمال قبرص التي دخلتها القوات التركية عام 74 و900 ألف بحجة حماية القبارصة الأتراك، وأعلنتها لاحقا دولة مستقلة لا يعترف بها أحد في العالم إلا تركيا. المنطقة الآمنة في سوريا تريدها أنقرة بعمق 32 كيلومتر وبطول 460 كيلومتر حتى الحدود مع كردستان العراق، أي بمساحة إجمالية تصل إلى 14720 كيلومتر مربع. وتتصل هذه المنطقة جغرافيا مع المنطقة التي تخضع لسيطرة تركيا مباشرة في شمال شرق سوريا، وهي جرابلس والباب وعفرين التي تبلغ مساحتها 3900 كيلومتر مربع، لتكون المساحة الكلية بذلك 18620 كيلومتر مربع، وهو ما يزيد عن عشر الجغرافيا السورية وأكبر بخمسة أضعاف من جمهورية شمال قبرص البالغة مساحتها 3355 كيلومتر مربع، وثلاث أضعاف مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين والبالغة مساحتهما 6020 كيلومتر مربع. على الصعيد الديمغرافي، فإن تركيا تدرك أن غالبية السكان الأكراد سيرحلون عن المنطقة في حال خرجت قوات الحماية الكردية ويتجهون نحو الجنوب، فيما ستعمل أنقرة على توطين مئات آلاف اللاجئين السوريين لديها في تلك القرى والمدن بعد منحهم الجنسية التركية التي شرعت أنقرة بتوزيعها بالفعل على عدد كبير من اللاجئين، وبذلك يتخلص أردوغان من الضغوط السياسية والحزبية والشعبية عليه إزاء تفاقم أعداد السوريين في تركيا. أما على الصعيد العسكري والأمني، تعتمد تركيا على الفصائل السورية المعارضة التي قاتلت تحت إمرة قواتها وتعلن ولاءها المطلق لأنقرة، وأبرزها لواء السلطان مراد وفيلق الشام والجبهة الشامية وفرقة الحمزة وجيش النصر وحركة أحرار الشام ولواء صقور الجبل وحركة نور الدين الزنكي. ويصل قوام هذه الحركات إلى ما يقارب 25 ألف مقاتل مع إمكانية رفع هذا العدد لاحقا. أما إداريا، فإن السيناريو المرجح هو إنشاء مؤسسات إدارية ذاتية تديرها المعارضة السورية، فيما ترتبط تلك المؤسسات بالولايات التركية الحدودية وهي ماردين وأورفا وعنتاب وكلس وهتاي، وهو ما حدث فعلا في عفرين وجرابلس، حيث كانت سياسة التتريك علنية بنشر أبراج الاتصال و إنشاء فروع المصارف وتداول الليرة التركية كعملة رئيسية، كما تم إنشاء مدينة صناعية بمدينة الباب في ريف حلب الشمالي، ناهيك عن الدوريات التركية التي لا تهدأ في تلك المناطق. فهل نرى كيانا سوريا شبيها بقبرص التركية، أم أن للمصالح الدولية رأي آخر في سوريا؟ عبد حليمي، إرم نيوز.